مشوارنا بيبدا من الشام. بالعاصمه السوريه التقت الزميله جادينا نعامي هلا النابلسي وهي صاحبه هلا هيلو. شو هي قطع الاكسسوارات الخاصه بتزيين المساحات والمناسبه للهدايا يلي بتحمل توقيعها؟ وشو يلي بميزها عن الموجود بالسوق؟ الاجوبه عن هالسؤالين وغيرهم كثير بانترفيو اوف ذا ويك مع هلا النابلسي. اوكي انا هلا نابلسي جرافيك ديزاينر، انا دارسه جرافيك ديزاين بكندا وخريجه ادب انجليزي كمان جامعه دمشق. بس انا بحب الفن من زمان، بحب كل شيء له علاقه بالالوان بالرسم بالبلكسي اللي هلا حنحكي نحن عنه اكثر. فحبيت اطور حالي اكثر وحبيت ادخل بهذا المجال وطلع كل شيء ابداعات عنا، كل شيء افكار، كل شيء طاقات متفجره بالالوان، هذا طلعه بالمجال البلكسي اللي انا هلا اخترته وعم بشتغل فيه حاليا. هلا المميز انه انا البلكسي عم دائما يكون في جرأة عندي بالالوان وعم بختار دائما الالوان اللي هي خارج عن المعتاد عليها. نحن دائما متعودين بلكسي بنستخدم الالوان الذهبي الفضي، الالوان الاشخاص دائما بيكونوا بالطرف الامان يعني في. فانا عم حاول يكون في جرأة اكثر عنا بالالوان، ندخل الوان فوسفوري، ندخل الوان فوشيا الاخضر، الالوان اللي هي هيك بحسي كانه بستان ورود. فانا عم حاول يكون شخصيتي هي مزيج من هذا الشيء كله. الاقبال الحمد لله عم يكون مره عن مره عم يكون اكثر، العالم عم تتقبل هذا الشيء اكثر وعم يكون عندها كمان هي جرأة بانه تتقبل الشيء اللي نحن عم نطرحه، لانه مثل ما قلت لك انه العالم هي بتحب دائما يكونوا بشيء متعودين عليه او بالوان هن طابتيهم يمكن مع ديكور بيتهم معي. فانا عم حاول اطرح افكار جديده، نطرح كمان الوان جديده وعم نلاقي كمان الحمد لله في قبول، فهذا عم يشجعنا مره عن مره انه الهدايا والافكار عنا تكون متميزه وغريبه الحمد لله. اكيد هلا هذا الشيء رئيسي لانه انت دائما بدك تكوني مانك معزوله عن العالم، فانت اكيد اي شيء عم يتواجد بالخطوط بالموضه هو هذا بيرجع يعني بنستفاد منه اكيد نحن بالواننا، بنستفاد انه شو اللي دارج هلا، ممكن هن عندهم جرأه اكثر بطرح اكيد امور كثير، فنحن بناخذ الشيء اللي بيزبط مع شخصيتنا واللي بيزبط بالمجتمع اللي نحن كمان متواجدين فيه. هلا هي فيها شوي عم يكون احيانا صعوبه لانه هو البلكسي انا اللي عم اشتغل فيه هون من المواد الغاليه، بس نحن عم نحاول نقدم انه تكون الجوده منيحه ويكون الاسعار كمان مقبوله، لان انا بيهمني انه انا القطعه تبعي تكون متواجده عند اكثر من شخص يعني عند كل العالم. فعم نحاول نعمل شيء حلو باسعار كمان تكون مقبوله وتكون متاحه لكل الاشخاص يقدروا يحصلوا عليها. هلا هو في اثنين، في عندنا كولكشن لانه انا دائما مثلا بكل مناسبه انه انا بكون دائما عندي شيء جديد، يعني دائما الاعياد المناسبات دائما في شيء بنزله خاص بهالمناسبه، يعني ما بحب انه دائما كرر. وفي شيء على هو طلبات الاشخاص، لانه احيانا مثلا بيكون في اعياد ميلاد، في حفلات، في تخرج، في كثير مناسبات هي دائمه او يعني ما لا تنتهي. بس الامور الثانيه اللي هي المناسبات هي بتجيك مثلا بالشهرين ثلاثه، كل شهر مثلا في مناسبه معينه، بس بيكون اكيد الكوليكشن انه مجهزتها خالصه يعني. على
هلا على الصيف نحن دخلنا اكثر بامور اللي لها علاقه بالاكسسوارات البيت وهيك، واللي عملناهم مثل هن دخلنا بامور الطاولات، هلا دخلت فيهم كمان جديد، خاصة هلا يمكن على الجناين برا على الاعداد قعدة البلكون وكذا، فاحيانا ضفنا شغلات حلوه من البليكسي اللي هي داخل فيها البليكسي بامور طباعيه، فكمان دخلت هذا التكنيك فيه كمان طلع حلو، كمان بالوان جديده والوان بتعطي طاقه وفرح يعني. أهمية السوشيال ميديا هو أنا بحسه هو الباب الرئيسي لأنت تتواصلي مع كل العالم، لأنه أنت بدونه فبتحسي حالك أنت موجودة بجزء معين من العالم، بس أنت بيفتح لك آفاق لأنه أنت يكون سهل التواصل وتنعرفي أكثر بأكثر من بلد وبأكثر يعني من مكان، وهذا الشيء الحمد لله أنا عم لاقيه أحيانا مثل يعني التعامل حتى مع الأشخاص اللي أنت ما بتعرفيهم من جنسيات مختلفة، بتلاقي بيجيكي تعليق بيجيكي مثلا دعم، فهذا كله اكيد بيرفع معنوياتنا بيخلينا نتشجع اكثر وننطلق اكثر ان شاء الله على العالميه يا رب باذن الله. هلا فيهم يتواصلوا معي عن طريق اكيد الواتساب انستغرام فيسبوك وتيك توك كمان.